الهدف الثاني معناتها نتاع الفريق الموريتاني. ورانا اليوم فريق موريتاني اللي فريق، وشوفوا شوفوا الهدف يعني هدف ممتاز، هدف ممتاز وشباب يعني فهمني، زوز اهداف زاد صابر خديه خليفه يعني قذفه زاده ممتازه، تسديده كانت رائعه، والخدمه اللي خدموها يعني كيفاش دازوا دفاع كامل يعني نتاع النادي الافريقي ما كانش وقف بالقدا وخلص كاش بالوقت. وقت هي كانت هدف للنادي الافريقي يعني صرا في فلت من هنا فريق موريتاني يعني جاوب دونك يوفى الميتان الاولاني هنا في ملعب الزويتن بتقدم المنتخب الموريتاني.